يا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامجكم معاكم، واحنا معاكم في تغطية حية ومباشرة لأهم الأحداث والتداعيات المتسارعة لفيروس كورونا كوفيد 19 من خلال منظومة عمل إعلامية متكاملة ترصد كل جديد أولا بأول. اليوم حلقتنا راح تخصص بالكامل عن الجهود الكبيرة والمخلصة اللي تبذلها شركة الخطوط الجوية الكويتية في إجلاء أهالينا من الخارج. عسى الله يردهم جميعا بالسلامة إلى أحضان الوطن، وأيضا نفرح يا رب بشوفتهم وهم بأفضل حال. وخلونا نشوف كالعادة أخبار وزارة الصحة اللي أعلنت اليوم عن تسجيل 55 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19 ليصل إجمالي إلى 910 حالات، وعدد الحالات في العناية المركزة 22 حالة، 14 حالة منها مستقرة وثمان حالات حرجة، الله شافيهم وعافيهم يا رب. أعزائي المشاهدين، لطالما شغل المواطن جل اهتمام القيادة السياسية سواء كانوا في الداخل أم في الخارج. في حلقة اليوم نستذكر جهود شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني، وأيضا مشاركة العديد من مؤسسات ووزارات الدولة في عمليات إجلاء أهالينا المتواجدين في الخارج، واللي كانت في الفترة من 25 إلى 29 من الشهر الماضي. نتابع هذا التقرير. إن قلقكم يتعبني ويؤلمني، كيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين؟ وكيف يهدأ لي بال إذا كنتم قلقين؟ أريدكم أن تطمئنوا ولا تقلقوا، فلن نسمح بالمساس بكويتنا الغالية. بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أساطيل الطائر الأزرق تلبي النداء وتحلق في السماء لإجلاء المواطنين المتواجدين في الخارج جراء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم بأسره. كان لي شرف أني ألبي الواجب الوطني لإجلاء أهلنا وأخواننا في أبوظبي في دولة الإمارات الشقيقة. اتصلوا علينا وقالوا لنا في رحلة إجلاء لمواطنين من لندن هيثرو. طبعا ما ترددنا في أن احنا نجاوب على هذا الطلب، لأن هذه خدمة وطنية وواجب وطني على أي واحد. أنا كنت من أول رحلات إجلاء مواطنين الكويتيين من نجف، كنا طالعين على رحلة الباص الجوي 23. كان يالي الاتصال وقالوا لي احنا محتاجين لك حق رحلة فرنسا. كان شعور غريب، يعني مستانس في نفس الوقت وحسيت ان هي فرصة ان اخدم فيها بلدي. اساطيل وطواقم متكاملة، ترتيبات لوجستية للواجب الوطني الذي سيظل محفورا في الأذهان ليستذكره التاريخ على مدى الأيام. إقلاعنا كان الساعة 6:30 صباحا. طبعا في هناك خطة معدة من قبل إدارة أو دائرة العمليات في الخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق مع أخواننا في الطيران المدني. عمليات الإجلاء عملية جماعية ومسؤولية مجتمعية مشتركة محورها الإنسان. عملية الإجلاء ما هي عملية يسويها شخص واحد، إنما هو فريق كامل من جميع مؤسسات الدولة. رافقتكم السلامة في الحل والترحال. ما في شك أن يعني شركة الخطوط الجوية الكويتية الحقيقة تبذل يعني جهود كبيرة، يعني تعكس تفانيهم وحسهم الوطني الكبير. عمليات الإجلاء تحتاج إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم بأسره.
من هنا اتخذ أيضا كافة أفراد طاقم شركة الخطوط الجوية الكويتية إجراءات وقائية أثناء رحلات الإجلاء، من بينها لباس خاص وكمامات للوقاية من فيروس كورونا المشل. نتابع. في مهمة غير اعتيادية وظروف استثنائية طبقت الإجراءات الاحترازية على متن الطائر الأزرق بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني في عملية الإجلاء. عندنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى داخل كابينة القيادة، المرحلة الثانية التعامل مع طاقم الضيافة، والمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي الركاب. المرحلة الأولى طبعا احنا كنا داخل كابينة القيادة، عندنا باب مسكر علينا، فبالتالي في ناس يدشون ويطلعون من كابينة القيادة، كل هذا هو يسمونه انتراكشن أو أنت تعامل مع الغير، وهذا اللي ممكن ينقل الفيروس. فبالتالي من الاحتياطات اللي احنا سويناها أنه لازم يكون اللبس الوقائي لابسينه كلنا داخل كابينة القيادة، وأي أحد يدش كابينة القيادة لازم يكون لابس اللبس الوقائي. هناك إجراءات عملت فيها إدارة العمليات والخطوط الجوية الكويتية احترازية، وعمل خطة كاملة بالنسبة لرحلات الإجلاء. لباس وأقنعة وقائية، نظارات وقائية، كمامات، تجسيد معاني العطاء للوطن المعطاء. وفق أنظمة دولية للتعامل مع الأوبئة والأمراض، وتم توفير لباس خاص لنا، تم تعقيمنا، تم عزل الطائرة في الجزء الأمامي، وصلنا للطيارة بدأنا نلبس اللبس الوقائي، لأن كإجراءات اللي احنا الحين نتبعها أن اللبس الوقائي لازم يبدأ في المرحلة اللي هي ركاب الدون يدشون فيها الطيارة. اللبس اللي كانوا زملائي يلبسونه ما كانوا يعرفون بعض فيه، فكان يكتبون أساميهم على الجلاف. طبعاً تطور بعدين، قمنا نكتب أساميهنا على اللبس نفسه على أساس نعرف أسامينا، نعرف زملائنا. اختلفت الظروف ليختلف معها مسار رحلات الإجلاء في ظل هذا الوباء. هنا في مطار الكويت الدولي ننتظركم، وعلى هذه الأرض الطيبة الخطوط الجوية الكويتية تستقبلكم بتأهب واستعداد، عمل بجد بإخلاص باجتهاد. هنا من يستقبلك، وهنا من يطمئنك، وهنا من يقول لك ترى الأمور بخير، ترى الأمور بخير، ترى الأمور بخير. اللهم هذه الأرض بارك لها واحفظ من عليها، واحفظ من عليها. لازلنا سيداتي وسادتي مع الطائر الأزرق والناقل الوطني شركة الخطوط الجوية الكويتية. يعني رحلات الإجلاء اتخذت مسارات مختلفة ومن وجهات متعددة، وكانت الأولوية فيها لذوي الهمم وكبار السن ومن يعانون أمراض حرجة واللي أيضا تقطعت فيهم السبل، ومن أنهى أيضا فترة علاجه بالخارج. عواصم العالم أضحت مدن أشباح، مطارات مغلقة، رحلات معلقة، طائرات متوقفة. الرحلة كانت غريبة، أشبه في أجواء يعني تقول أشباح، ما في أحد في الجو، يعني في حياتنا ما طرنا ونشوف ما في أحد ويانا في الأجواء في السماء هناك. فتقعد طالع في شيء غريب، لأن عاد إحنا داخل طيارة نسمع الطيارات الثانية يكلمون المراقب الجوي، تشوفهم في رادار عندك، هالمرة ما في أحد، يعني نادر تشوف طيارة ولا طيارتين. فالأجواء كانت غريبة والوضع صراحة جدا غريب، تحس في حزن شوية أن الوضع صار كذي وأن العالم تغير. الطائر الأزرق يكاد يكون محلقا لوحده دون أي سرب
من الطائرات في السماء. لفت انتباهي بعد الإقلاع من الكويت أن احنا نكاد نكون الطائرة الوحيدة يوما متكاتفين. مشاعر الحنين والشوق إلى أحضان الوطن باتت قاب قوسين أو أدنى مع اقتراب موعد وصول طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى البلاد. فرحة العودة فرحة شارك فيها كل من قام بهذه المهمة الوطنية بعد طول غياب.
تفضل ابوي. فضلك يا رجال، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا مالك الملك، انا سالت بعزتك ان تحفظ الكويت وسيدي صاحب السمو من البلاد الشعب الكويتي، وانت تدع امانه من امنك وكرما من كرمك، يا اللهم بدل الكويت في السوق من داخلها وخارجها، وان شاء الله عسى وتعدي ومرحله وتعدي وترجع الحياه طبيعيه باذن الله تعالى، ويعطيك العافيه وانا اتفضل. آمين يا رب العالمين، الله يوفقك إن شاء الله. وإحنا نود نقدم لك كلمة شكر لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ولشخصكم الكريم وجميع طاقم بجهودكم المبذولة في خدمة هذا الوطن وفي رحلات إجلاء أخواننا المواطنين إلى دولة الكويت. أعانكم الله على هذه الجهود ووفقكم، وحفظ الله الكويت وشعبها بكل. كفو طيارين الخطوط الجوية الكويتية، الله يحفظكم ويحفظ الكويت من كل مكروه يا رب. الحجر الصحي بلا شك أنه يعني مشقة لكل من لديه أسر، إلا أنه يظل إجراء احترازي لكل القادمين من السفر بعد انتهاء مهمة إجلاء المواطنين من الخارج وفقا للخطة الآنية. بات لزاما على كافة أفراد طاقم الطائرة تطبيق الحجر الصحي لتبدأ أيضا مهمة جديدة من مهمات التضحيات لأجل هذا الوطن. وسط الأزمات تبدو التحديات وتتوالى فرص العطاء في سبيل الكويت في ظل هذا الوباء، ووسط تلك التحديات لم يمنعهم الواجب الوطني من تطبيق الحجر الصحي كلا وفق مدته لسلامتهم وسلامة ذويهم. اتجهنا إلى المركز الصحي اللي عملوه وزارة الصحة، تم الكشف علينا على درجة حرارتنا وعملنا الفحص الدم وإثبات أن نحن خاليين من مرض الكورونا، وتم إعلامنا بأن نقعد 72 ساعة في البيت إذا في أي تطور ولا أي ارتفاع في درجة الحرارة نراجع المستشفيات المختصة. وصلنا الكويت، نزلنا طبعا قالوا لنا لا تجيسون لبس مالكم نهائيا، وعقمونا تعقيم كامل، وهم بنفسهم طلعوا البلسوت الابيض اللي كنا لابسينه مع الماسك والدس، هذا كله هم بنفسهم طلعوه وخلونا نعقم ايدنا، ولبسنا دس جديد وماسك جديد، وعقموا جنطنا واغراضنا اللي كانت موجوده على الطياره. بعدين توجهنا الى الخيم اللي يسوون فيها الفحوصات. تم حجر صحي لكل الموظفين والكباتن بالطياره لمده اسبوعين. طبعا انا كنت اسبوعين قاعد بغرفتي ومسكر نفسي الباب، والاكل يوصل لي للباب، بس ما اشوف اهلي، ما اشوف ولدي، ما اشوف احد من العائله. طبعا هذا اللي سلامتهم وسلامتي. في هذه العمليه تتجلى قدسية المواطن، لتتجلى معها صور التضحية والوفاء لوطننا الغالي. جوازات دول عظمى مذكور فيها شنو يعني قدسية المواطن وقت هذه المحنة، كل هذا ذهب، لكن دولة صغيرة مثل الكويت أثبتت يعني قولا وفعلا أن هي التي تحافظ على شعبها. كلمات الشكر وعظيم الامتنان لم ولن توفيكم حقكم في هذا العمل الإنساني الجبار. أيها المواطنون، ها أنتم في العيون دمتم ودامت دياركم عامرة بالأمن والأمان. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة الخطوط الجوية الكويتية سيد فايز عبد الله العنزي. رحب فيك أبو فيصل، مساك الله بالخير. الله يحييك، أهلا أستاذ. أستاذ فيصل، يعني أبو فيصل، لا شك أنه الحقيقة يعني اليوم يعني نحمل أمانة الحقيقة من الكثير من الناس،
الحقيقة يحاتون أهاليهم يعني في الخارج، إن كان يعني كبار سن أو مرضى أو حتى يعني مبتعثين في الخارج، يعني ربما يعني يبينون للعالم أنهم صامدين وهذا، لكنهم يعانون الحقيقة ويحاتون. يعني شو تقول لهم طال عمرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا لكم على هذه الاستضافة وإعطانا الفرصة لإبراز دور الخطوط الجوية الكويتية في هذه الأزمة. كسائر مؤسسات الدولة اللي كلها قامت بواجبها على أجمل ما يكون. اليوم مثل ما أنت عارف أستاذ عامر، الكويتية قامت بدورها الأولي في بداية الأزمة في عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج بالمرحلة الأولى والمرحلة في بداية الأزمة. الآن الكويتية بلا شك هي جندي من جنود هذا الوطن، ورهن إشارة الدولة ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة الصحة في كامل استعدادها لعملية تشغيل رحلات الإجلاء إن شاء الله متى ما تم إعطانا الإشارة لهذا الشيء. طبعا نطمن اهلنا وابنائنا واخواننا في الخارج يحاتون الحقيقه، اي طبعا، وهذا حق مشروع ان هم يحاتون هذه المحاتات، ولكن نطمنهم ان شاء الله متى ما يعني وردت الاشاره سنكون اسرع من البرق باذن الله تعالى لجلبهم، لان احنا ايضا يعني حريصين مثل ما كل قطاعات الدوله حريصه على هذا الشيء. كلمنا يعني استاذ فايز العنزي عن الحقيقه المرحله الاولى والتنسيق اللي تم يعني مع قطاعات الدوله ويعني وزاره الخارجيه وزاره الصحه، ويعني ايضا يعني عدد الطائرات اللي قامت الشركه بتشغيلها. اليوم الحمد لله رب العالمين، اليوم الدوله بالكامل والكويتيه جزء منها تعيش حاله من التعاون ومن التنسيق المثالي بين مؤسساتها بشكل يعني منقطع النظير. الكويتيه عضو في لجنه الطوارئ العليا، التنسيق قائم يعني على قدم وساق مع الاخوان في وزاره الصحه ووزاره الخارجيه والاخوان في الطيران المدني اللي نقدم لهم هذه القطاعات الثلاثه كل الشكر والتقدير. التنسيق الحمد لله اطمن الجميع، يعني التنسيق ممتاز والاخبار قاعد تتوارد بين الاطراف هذه، ولله الحمد احنا يعني جاهزين لاي اوامر باذن الله تعالى. شنو هي ابرز الدول اللي قدم منها المواطنين الخارج؟ والله مثل ما يعني اعلنت ومعروف هذا الشيء معلن، يعني اليوم الكويتيه شغلت في المرحله الاولى رحلات عديده لجلب مواطنينا من الخارج، يعني معروف ان شغلت الى لندن والى فرانكفورت والى نيويورك والى باريس والى ملقا وبرشلونه والى ابو ظبي والى القاهره والى مشهد والى طهران. هذه تقريبا اغلب المحطات اللي تم التشغيل لها وجلب مواطنين الى الدوله. تكلمنا عن ايضا عن التنسيق اللي بينكم وبين يعني قطاعات الدوله، وخاصه احنا بنتكلم عن الاداره العامه للطيران المدني خاصه يعني في خطه اجلاء اهالينا من الخارج. الاخوان في الطيران المدني طبعا كونهم الجهه الحكوميه المهيمنه على مطار الكويت الدولي او بالاحرى المختصه في عمليات الطيران المدني هي رئيسها الشيخ سلمان الصبح، طبعا ولا شك ونقدم له الشكر الشيخ سلمان، شخص متعاون وهو الاخ يوسف الوهزان ابو عبد الوهاب ومدير عام الطيران المدني، متعاونين جدا مع الاخوان في الخطوط الجويه الكويتيه في تنسيق دائم مع الاداره العليا ممثله بالاخ الرئيس يوسف عبد الحميد الجاسم والاخ الرئيس التنفيذي كامل العوضي في هذا المجال. وانا اشوف ولله الحمد ان احنا مثل ما قلت وصلنا الى مرحله من التنسيق المثالي بين الجهتين، وهذا لا شك انه يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. اللهم آمين. طيب تحدثنا أيضا عن الآن المرحلة الجاية، المرحلة الثانية، متى راح تكون؟ شنو تجهيزاتكم؟ القدرة الاستيعابية للطائرات للركاب؟ المرحلة القادمة اللي احنا سميناها الحين المرحلة الثانية إن شاء الله من رحلات الإجلاء، طبعا الكل يعرف وهذا شيء لازم احنا نأكد عليه دائما وأبدا أن هذا القرار هو قرار حكومي ينبع من وزارة الخارجية تحديدا، وهي الوحيدة التي تحدد موعد ووقت ويعني خطة
هذا الإجلاء، ولكن من خلال متابعتنا مع الأخوان في وزارة الخارجية وكذلك في وزارة الصحة إن شاء الله عندما تقوم الدولة باتخاذ هذا القرار الكويتية رهن الإشارة بلا شك. وأعتقد أن ذاك اليوم الأخ معالي وزير الخارجية يمكن صرح أن الرحلات يعني راح تكون قريبة وتتوالى، والكويتية على أتم الاستعداد، وخاصة في ظل وجود ثبات الحمد لله الصحي، وهذا الحمد لله رب العالمين. اليوم الإدارة الحكومية والإدارة الصحية قاعد تقدم يعني أفضل إمكانياتها، وشفنا النتائج اليوم في هذا المجال قياسا مع يعني دول أخرى، وهذا شيء الحقيقة يعني يثلج الصدر ويطمننا أن إحنا في أيدي أمينة. الله أمين. طيب تحدثنا عن أيضا الإجراءات الاحترازية عندكم يعني في الخطوط يعني في الطائرات وفي أيضا الأمتعة والتعقيم. طبعا اليوم شيء أساسي من شغل الخطوط الجوية الكويتية إجراءات التعقيم والتطهير والتنظيف وإجراءات الاحترازية في أولا في موظفينها وركابها. لذلك اليوم إجراءاتنا مستمرة. اليوم الكويتية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم بما يتماشى ويتوافق مع المعايير الدولية والصحية العالمية لهذا المجال، وأطمنكم في هذا البرنامج وشخصك الكريم أن إحنا نقوم بأعلى احترازات صحية وتطهير وتعقيم، ومثل ما يعني ظهر أحد التقارير في هذا. شكرا لك أبو فيصل، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة الخطوط الجوية الكويتية السيد فايز عبد الله العنزي، شكرا لك طال عمرك. مشكور ألف شكر. بارك الله. ساعة مباركة. شكرا. الله يحييك. سنخرج من هذه الأزمة قريبا بإذن الله ونحن أكثر تضامنا وخبرة وقوة. فقط خذوا بالأسباب وثقوا بالله وظنوا به خيرا وتوكلوا عليه. إلى اللقاء.